اهلا وسهلا بيكم متابعي موقع مصراوي، وانا معاكم علاء احمد ومعايا زميلي يوسف محمد في لايف يعني جديد بعد الكارثه، او يعني مش عايز اقول كلمه فضيحه لان كلمه فضيحه كبيره قوي، بس فعلا اللي حصل النهارده في الاولمبياد يعني يعتبر فضيحه. فكره انك تخسر 6-0 من منتخب المغرب يعني فضيحه كرويه جامده قوي. يعني في البدايه خلينا نرحب بيك يا يوسف. اهلا وسهلا بيك. اهلا علاء، عامل ايه؟ انت يوسف كان قبل المباراه كان متفائل، يعني اللي تابع اللايف قبل المباراه يوسف كان بيقول انا متفائل بالمنتخب المصري، ويعني انا كنت بقول له لا انا مش متفائل بده خالص. فكلمنا النهارده يوسف اللي حصل في المباراه قبل اللايف، لما كنا بنتكلم في اللايف قبل المباراه انا كنت متفائل زي ما انت بتقول، بس التفاؤل ده كان جاي من اداء لاعبي المنتخب طوال البطولة. مظبوط صراحة، يعني لعبة المنتخب طوال البطولة أدوا أداء في قمة تركيز الرجولة في قمة تركيزهم وقمة الرجولة، فوصلنا لمرحلة إن إحنا كنا مش هقول لك مطمنين قد ما كنا واثقين إن هم هيظهروا بأفضل مستوى أمام المغرب. بالظبط، بس ما كانش حد يتخيل إن إحنا نوصل لمرحلة الهزيمة زي ما أنت قلت. هي مش هزيمة، هي فضيحة. زي ما أنت قلت علاء كده، هي مش هزيمة، هي فضيحة، لأن أنت ما خسرتش فرق هدف أو اتنين. سداسية. لا، والمشكلة ان انت احنا زي ما بنقول كده، عن زي ما بنقول احنا ما شفناش جون المغرب. بالظبط، يعني احنا زي ما بنقول احنا بنتكلم احنا ما شفناش. بالظبط، هي الهجمة الوحيدة يمكن بس اللي طلعها الحارس في اول المباراة قبل ما يطلع زيزو. بالظبط، بس والباقي شكرا. فهي دي مشكلة كبيرة، وزي ما بنقول دي تراكم لعدم التخطيط والمشاكل الكرة المصرية بتعاني منها، مش من النهاردة ولا من البطولة دي بس، من سنين والكرة المصرية بتعاني من مشاكل وأزمات، وكل فترة بتظهر لنا حاجة عشان تخلينا احنا نبتدي نخطط ونرتب زي ما بنقول كده للبيت الرياضي في مصر من جديد، ولكن برضو نفس المشكلة والكارثة أول ما بتعدي، والمشكلة أول ما بتعدي والناس بننسى. الناس بتنسى والمسؤولين بينسوا. خليني برضو أخدك لفكرة يعني احنا قبل المباراة كان في تويتة لميدو أنت كنت بتوريهاني فكرة بالظبط، يعني عقب هزيمة المنتخب بعد نهاية المباراة مباشرة. طبعا ميدو نجم نادي الزمالك وتوتنهام الانجليزي، ويعني ميدو طبعا غنى عن التعريف. بالظبط، ومقدم البرامج الشهير دلوقتي، كتب تويتة فيما معناها ان قلة المحترفين في مصر سبب ساهم بدرجة كبيرة ان احنا نعاني في التعامل والخبرات في البطولات الكبيرة. ونيجي في مراحل الحسم اللعيبة تقع، تركيز اللعيبة يقع، ده كله بعد يعني بعد مباراه فرنسا الماضيه. الناس زعلت بس الناس كانت مبسوطه للاداء اللي اللعيبه ظهرت بيه. بالظبط، انا عايز اقول حاجه بقى، يعني انا برضو مش عايز انكر برضو اداء اللعيبه دي، سداسيه قاسيه وتقيله وكل حاجه، بس خد بالك من حاجه، اشد المتفائلين ما كانش يتوقع ان احنا نوصل للمربع الذهبي، مستحيل. زي ما انت بتقول كده على اشد المتفائلين ما كانش يتوقع ان احنا نوصل المربع الذهبي، وايضا اشد المتشائمين ما كانش يتوقع الهزيمه بتاعه النهارده اللي ماشي. هي في الوقت نفسه هي مش هزيمه زي ما انت قلت في البدايه، هي هزيمه ساحقه تصل لدرجه الفضيح. مظبوط، بس انا عايز اقول برضو ان لا، عشان بس ما نقصوش على اللعيبه، لان معظم اللعيبه ديت مش هقول صغيره، لان معظم اللعيبه 23 24. بالزبط، مش صغيره، بس معظم اللعيبه ديت يعني في بدايه طريقهم الكروي، فمش عايزين حد يعني ايه يضغط عليهم جامد. فكرة ان هم يخسروا 6 امام منتخب المغرب، بالمناسبة انت لو كنت خسرت 6 قدام اي منتخب تاني كانت شوية عدت، لكن منتخب عربي لا، او منتخب افريقي لا، وخصوصا ان الفريقين قابلوا مع بعض في لسه من نهاية افريقيا. كنا بنتكلم قبل المباراة، وغير كده على احنا النقطة اللي احنا بنتكلم فيها ايضا ان انت لا، انت وصلت سقف الطموحات عند الشعب المصري والجماهير المصريه ان انت هتاخد ميداليه، ان انت هتاخد ميداليه بسهوله. بالظبط، خد بالك من حاجه، ثلاث ارباع مبارياتنا اللي يعني بنشيل فيها الطين زي ما بنقول كده بالبلدي بيبقى متفائلين والاضمنين. نفس اللي انت بتقوله بنفس المقياس، احنا في مباراه اسبانيا احنا كنا داخلين عشان زي ما بنقول كده بالبلدي نلم شنطنا ورينا. بالظبط، لعيبه المنتخب وصلت لمرحله في مباراه اسبانيا دي بالاخص من الكفاءة والروح اللي خلتهم لا احنا يا نكسب يا اما زي ما بنقول كده احنا مش هنرجع مصر. بالظبط، اللعيبه كانت رجاله، ده اللي ما كانش موجود النهارده طول البطوله، وده اللي زعل الناس في مباراه النهارده. مش الاداء قد ما هو قله الروح عند اللعيبه. ده اللي زعل الناس النهارده، الموضوع مش موضوع اداء. اصل انت دخلت انت عملت طول اللي عليكوا طول البطوله،
تمام. بس النقطة الوحيدة اللي احنا كنا بنتكلم فيها علاء والاختلاف الوحيد ان لا انت ما ظهرتش النهاردة، سيبك من الأداء الفني، الروح اللي معروفة اصلا عن اللاعب المصري لا انت ما ظهرتش بها بشكل ما كانتش موجودة نهائي بالظبط. فدي هي المشكلة الأكبر اللي مزعلة الجماهير. ما برضو خد بالك من حاجة، انت برضو خسرت في بداية المباراة زيزو، وزيزو ليه ثقله تمام طبعا. انا عايز برضو يعني اتمنى السلامه لاحمد سيد زيزو، لانه هو بصراحه يعني لعيب لعيب راجل جدا جدا يعني، ويمكن ادى بطوله يعني جيده يعني. طبعا سواء بقى اداؤه كان عاجبك او مش عاجبك، لا احمد زيزو يعني كان يعني بجد مش عايز اقول كلمه يشكر ان هو انضم للمنتخب، لانه هو يعني ده واجب وطني. ده لعيب مع الزمالك بقى حوالي 3 او 4 مواسم، زيزو اللاعب الوحيد اللي ما بيريحش بالظبط. مش مع الزمالك بس، زيزو اللاعب الوحيد في مصر حاليا اللي يعتبر ما بيريحش لا فريق اول ولا مع الزمالك. ولا مع نعم هو ما بيشاركش في المنتخب الاول بالقدر الكافي نظرا لان محمد صلاح في نفس مركزه، وطبعا هيلاقي صعوبه بالغه عشان يحجز مكان على محمد صلاح، ولكن تلاحم المواسم اللي الدوري المصري بنمر بيه بقالنا 3 و4 مواسم، ده برضو اللي اثر على اللعيبه دي في النهايه. ان انت عندك معظم لعيبتك لعيبه محليه ما فيهمش محترفين بالقدر الكافي. هو ده بقى اللي كان لسه كنا بنقوله ان على ميدو طلع قال لك ان انت فعلا ما عندكش محترفين بعدد الكافي بالظبط. حتى التطوير اللي بيحصل مع من الـ يعني الاتحادات للعيبه والمديرين الفنيين مش موجود. انت تيجي تبص على منتخب المغرب الاول تلاقوا معاهم وليد الركراكي، بص تيجي مثلا تبص على المنتخب الاولمبي تلاقوا معاهم مدير فني برضو وطني بالظبط. فاللي هو انت برضو حتى عندك انت في عندك مديرين فنيين بيشاركوا في افريقيا هم معهمش الرخصه التدريبيه اللي تخليهم يشاركوا. احنا لحد دلوقتي عندنا في مصر في مديرين فنيين لما بنيجي نلعب في بطولات افريقيا بره تلاقي المدير الفني قاعد في المدريات لانه ما معهوش الرخصه اللي تخليه يقعد على الدكه عشان يدير المباراه. بتلاقيه قاعد هو على المدريات ليه؟ لان ما هو ده سوء تخطيط. انت بتخلي المدير الفني يمسك اللاعب بيخلص النهارده بكره قدام له علاقه بوكيل لعيبه هيمسك فرقه ويمسك فرقه، وبعدين ده ممكن انت بتلاقي هي دايره خمس ست مدربين هم اللي شغالين. مدير فني يظهر مع يهبط مع النادي ده تلاقيه في الموسم الجديد بيمسك نادي جديد. فدي مشكله. غير كده بقى على اتحاد الكوره نفسه اللي تحت. انت بص المغرب اشرف حكيمي باريس سان جيرمان في بدايه البطوله كان رافض، لان ده احنا دلوقتي في الفتره التحضيريه بتاعت كل انديه اوروبا بالظبط، والدوريات كلها هتبدا في نص اغسطس. فخلاص باريس سان جيرمان كان رافض مشاركه اشرف حكيمي. شوف منتخب المغرب واتحاد الكره المغربي برئاسه فوزي لقشع حارب عشان خاطر يضم نجمه. كذلك سفيان رحيمي مع العين. سفيان رحيمي وصل مع العين لمراحل تطور مش عايز اقول لك، مفيش لاعب افريقي وصل لها في بطولات اسيا من وقت اسامه جيان بالظبط لما كان في العين الاماراتي. انا عايز اقول لك حاجه بس، انت دلوقتي ايه اللي حصل في الماتش بقى نفسه؟ ايه اللي حصل لينا ان انت تتغلب 6؟ يعني انا برضو عايز اقول حاجه، هو ميكالي برضو هنتكلم في النقطه دي بالظبط. ميكالي كانت الاسهم بتاعته عاليه قوي قبل المباراه ديت، وسمعنا بقى تكهنات كتير قوي ان هو مع المنتخب الاول ومع وسط ان حسام حسن هيمشي، وده الكلام اللي انا سمعناه كان هيكون مكانه. وسمعنا مره ان هو يبقى المدير الفني للاتحاد، وانا عايز اعرف برضو ايه اللي حصل. شلنا يعني شلنا 6 ازاي؟ عشان احنا مش عايزين هو الماتش ده تراكمات لحاجات كتير حصلت طوال البطوله، مش البطوله قبل البطوله اللي هو تحضير المنتخب ده ما عملوش 5 فترة تحضيرية وديه قبل احنا لعبنا ماتشين قبل البطوله. غير كده زي ما احنا كنا بنتكلم قبل المباراه، انت اديته في اللعيبه اللي فوق السن لاعبين بالعافيه، 2 لعيبه والاختيار الخامس والسادس مش بالزبط. اختيارات اللي هو عايزها يعني بالزبط. هو طلب محمد صلاح طبعا، محمد صلاح اعتذر عشان المشكله ان ليفربول رفض بنفس طريقه رفض باريس سان جيرمان لأشرف حكيمي، لكن احنا اول ما الجواب جالنا من ليفربول بالرفض والخطاب احنا خلاص اتنازلنا عن كل شيء، ما فكرناش نحاول مره تانية عشان خاطر لعيب صلاح. كذلك مثلا احنا دخلنا في موضوع في الدوري المصري، لا بقت اهلي وزمالك، الاهلي يودي لعيبته لا الزمالك يودي، الدوري بقى اهم فخلاص. فبرضه مش عايزين نشيل الراجل المسؤوليه ان هو السبب، لا انت معاك افضل مدير فني اجنبي مسك في مراحل في الفئات السنيه
من فتره كبيره ما جالناش مدير فني فعلا بعيدا عن نتيجه مباراه النهارده وان فعلا نتيجه فضيحه زي ما اتكلمنا في بدايه الموضوع. واخد ذهبيه مع البرازيل بالظبط. وهو وصلك لمرحله احنا كنا بنتكلم في ان احنا بنحلم ناخد اولمبيه ناخد ميداليه اولمبيه. فدي نقطه مكلي لوف سبب كبير في الموضوع ده اللي انت وصلت له. انت في مربع ذهبي انت بتحلمش انت بالظبط. احنا زهبي. في بدايه البطوله بقينا نقول الدور الاول اما واجهنا اما لعبنا باراجواي في ربع النهائي قلنا باراجواي وهنخرج حتى قدام فرنسا في نصف النهائي. لا انت خد بالك من حاجه برضه هو ميكالي على سقف طموحك خلاك بالزبط. ايه تقول ايه انا اتمنى اقابل اسبانيا تاني عشان اكسبها تاني. احنا كنا بنتكلم لما وصلت للدقيقه 80 وانت كسبان فرنسا في قبل النهائي بينا احنا ضمننا الميداليه الذهبيه لان كان قبلنا مباراه فرنسا والمغرب وكانت مباراه اسبانيا عفوا والمغرب وكانت اسبانيا كسبت. لكن مباراه النهارده نقدر نقول عليها هي اليوم اللعيبه بالمدير الفني ما كانوش موفقين فيه بالظبط بما فيهم حتى تغييرات ميكالي في المباراه ما كانتش على افضل ما يرام. طب انا برضو عايز اتكلم في حاجه تانية. انا بكلمك برضو وباصص على السوشيال ميديا في حاجه نقطه بقى غريبه قوي الخناقه الازليه جماهير الاهلي وجماهير الزمالك. جماهير الاهلي اصل جماهير الزمالك اصل احنا خسرنا بسبب ان لا بسبب ان الاهلي مرضيش يدي لعيبته للمنتخب عشان خاطر ياخد الدوري واهم والدوري اهم تمام. جماهير الاهلي اصل احنا خسرنا عشان خاطر مش عارف تلات ارباع اللعيبه من الزمالك ولا مش عارف والكلام الكتير دوت ومش عارف تيشيرت الزمالك في المدرجات. فالخناقه الازليه دي بص لا دي خناقه بين جماهير محدش هتفضل زي ما انت قلت دي خناقه ازليه ومش هتقف بالظبط سواء مع المنتخبات فئات السنين الصغيره منتخب شباب اولمبي او مع منتخب او مع المنتخب الاول. احنا بنلاقي نفس الموضوع علاء في المنتخب الاول ولكن المشكله الاكبر اللي احنا بنواجهها هي عدم التخطيط من اتحاد الكوره لان اتحاد الكوره هو اللي وصل الجماهير انها تتجه للنقطه دي بالظبط. ليه؟ لان انت عندك اتحاد كوره معلش احنا الدوريات كلها في العالم الموسم الجديد بيبدا واحنا لسه الدوري بتاعنا لسه ما خلصش الاهلي لسه له 5 ماتشات او 4 ماتشات بالظبط. فانت بتتكلم في نقطه خليت الجماهير ما انت فاتح باب للجماهير انها تتناقش في موضوع زي ده خصوصا ان انت جيت قبل البطوله هو برضو الاهلي بيدور على مصلحته بالظبط خصوصا الانتخابات الاولمبيه والبطوله ما بتدرجش في الاجنده الدوليه للمنتخبات فالاهلي من حقه ما هو انا بتكلم بقى عن نقطه ايه التناحر بين الجماهير دي والجماهير دي. ولو كان الاهلي ادى لعيبته للمنتخب كان هيجي بتوع الزمالك يقول لك اصل احنا خسرنا بسبب ان لعيبه ان انت ما خدتش غير لعيبه الاهلي مع ان ميكالي بالمناسبه في اختيارات الاولى زي ما انت قلت كان واخد بالنسبه له رقم 1 عبد المنعم امام ثم زيزو تقريبا هو كان الترتيب بالظبط للاعيبه المنتخب قبل الاولمبياد كان محمد صلاح مصطفى محمد بالزبط. مصطفى محمد كان من الركائز الاساسيه اللي ميكالي مهاجم الاول بس صلاح علاء كان ميكالي كان عايز يبني خطه لعب على صلاح ومصطفى محمد اعتقد لو كانوا معاه كانوا فرقوا جامد قوي جدا وكان هيفرق بص كان هيفرقوا معاك بشكل كبير ولكن برضو نقدر نقول الراجل عمل من القماشه اللي فيه بالظبط الفسيخ شربات بنقول احنا خلينا زي ما بنقول كده بالبلدي من الفسيخ شربات تمام. فخلينا بس برضو نقول ان احنا برضو ما ننكرش كل اللي عمله يا جماعه احنا منتخبنا كان وصل لمربع ذهبي بالظبط وده كان حاجه كويسه هو يمكن شويه اللي معكر صفو الموضوع انت خسرت 6 بالظبط وقدام كمان ايه منتخب افريقي. خليني بس هاخد بس معلش انا اسف اخد كومنتات الناس في حاتم عاشور وفي مصطفى محمود صالح بيقول دي مصيبه مش هزيمه ده دليل على يعني مشاكل كتير بتحصل ربنا يرحمنا. في عمرو السيد بيقول فضيحه تاريخيه بس المهم النادي الاوحد ياخد الدوري اهم من مصر. دي النقطه بقى اللي انا كنت بتكلم فيها بس اللي هو زي ما انت قلت عليها في البدايه دي مشكله ازليه ودي مشكله الجماهير. احنا دايما كمسؤولين في اتحاد الكوره ما ينفعش تاخد اصل الجمهور كل واحد بيبقى باصص ان ناديه افضل شيء بالظبط ولاعيبته اهم شيء واهم لعيبه في الدوري في الدنيا مش في الدوري بس فلازم احنا ما نبصش لا المسؤول يعمل شغله. ما انا برضو عايز اوجه سؤالي للاستاذ عمرو
استاذ عمرو السيد كاتب كومنت بيقول لك فضيحه تاريخيه، بس المهم النادي الاوحد ياخد الدوري في مصر. لو كنا احرزنا البرونزيه النهارده كان هيبقى هو ده كلامك ولا لا؟ ده السؤال بالظبط. فهي انا مش بقول ده بتهمك بحاجه او بتهم حد بحاجه، انا بتكلم ان فعليا النهارده المنتخب اللي كان بيأدي طول البطوله كويس وربنا كان موفقه، يعني كلنا كنا بنقول احنا معاك، واللي كان بينتقد مش عارف لاعب ايه لا بنقول لا ما تنتقدش، لان اللعيبه رجاله، المنتخب كله رجاله. ان احنا برضو لما نيجي نتكلم في النقطه دي، لعيبه الاهلي ما ابتدتش الموضوع يكتر عليها والكلام ان الاهلي رفض. ايوه قبل البطوله كان في كلام، بس في البطوله نفسها الكلام ابتدى يكتر والجماهير ابتدت ترجع تاني وتناقش الموضوع تاني، غير بعد ماتش فرنسا لما المنتخب خسر. بالظبط. لكن طول ما المنتخب كان بيكسب كان الموضوع ماشي في اتجاه واحد، ان هو المنتخب مأدي واللعيبه اللي موجوده على قدر المسؤوليه، وهم بالفعل كذلك. عشان ما نظلمش اللعيبه دي، لا هم ادوا ما في وسعهم وزياده. طيب لما بنتكلم خليني اسالك يا يوسف، ماذا بعد الاولمبياد؟ ايه اللي هيحصل النهارده؟ طبعا احنا عندنا ماتش الاهلي، ماتش الحسم طبعا، ماتش حسم الدوري. تمام. ايه بقى اللي ينتظر ميكالي من وجهه نظرك؟ طبعا احنا انا شخصيا اتمنى ميكالي ما يرحلش، اتمنى بقاء ميكالي واستلام فئه منتخب الشباب من كابتن وائل رياض 2005، استلم هو منتخب الاولمبي. كابتن وائل رياض عامل منتخب هايل بالظبط، ومدرب زي ميكالي ده لما تبني له مشروع فعلا، مشروع يمشي عليه، ما يبقاش حاجه ولاده الصدفه واللحظه. لان اللي احنا عملناه في الاولمبياد ده مش حاجه، احنا ما خدناش ميداليه. ايوه بالظبط، بس لعيبه المنتخب ظهرت. لا انت ظهر عندك جيل، بس انت ابني له مشروع هو بس وخطط. النهارده يمكن النتيجه كارثه شويه، فهو ده اللي خلانا يعني بالظبط. احنا لو كنا خسرنا مثلا 1-0 2-0 1، وخصوصا ان انت لو انا حتى الهزيمه جت الهزيمه جت من منتخب دايما في بيننا وبين المنتخبات العربيه بشكل عام. احنا لما صدقنا المغرب نعادل الكفه شويه كان دايما في تفوق تاريخي للمغرب، بيبقى في دايما في النقطه دي اللي هو زي ما بنقول كده حساسيه خاصه في المواجهات دي بيننا وبين المغرب والجزائر كذلك. عظيم. شمال افريقيا عموما، فهو ده اللي مخلي اللود على الجماهير اكبر. بس في نفس الوقت علاء، وزي ما بنتكلم مش عايزين نظلم اللعيبه، ومش عايزين ده جيل لسه هيكون هو معظمه نواه المنتخب الاول في الفتره المقبله، مش عايزين نقضي على جيل كامل بسبب مباراه. انا هقرا لك حاجه يعني مش عارف اتحاد الكره هيطلع يقول ايه بعد المباراه ديت. لا هو الاحسن اتحاد الكره ما يطلعش. يعني هو الاحسن شيء ان اتحاد الكره ما يطلعش. بص انا عايز اقول لك ان النتيجه النهارده كانت كارثه، وانا ميكالي مدير فني اتفائل بيه بصراحه. لكن يعني انت بقى قبل الماتش كنت متفائل بالنتيجه، انا ما كنتش متفائل. بالزبط. انا بقى المره دي بقول لك انا متفائل بميكالي. وانا بتفق معاك تماما، ميكالي مدير فني يتبني عليه مشروع وخطه للمستقبل بشكل كبير. بس انا كده ابتدي اخاف، اول ما انت تبتدي تتفائل انا اخاف. اللي هو هو ما كانش حد يتوقع النتيجه دي. اللي هو يعني معلش ان شاء الله يعني نعمل. بس احنا قبل المباراه احنا كلامنا قبل المباراه كان على اللعيبه ظهر بديب، حتى في المباراه اللي خسرناها مباراه فرنسا. فموضوع ان احنا نخسر سته دي كانت خارج كل التوقعات. انا زعلان يعني حزين من النتيجه، لاني فعليا كمان. وعايز اقول لك على حاجه، احنا لاحظت وانا احنا متابع الماتش خلاص، بعض المصريين كانوا بيشجعوا المغرب واهدافهم حلوه، فخلاص هي ما خلاص بقى اللي هو ايه انت دي مش بيشجعوا المغرب قد ما هو دي الكوميديا السوداء اللي بنقول عليها. بالظبط خلاص اذا بقى بالظبط احنا خلاص بقى انت مهزوم سته، فما عادش في وقت ان انت بالظبط مفيش مكان للزعل، استمتع بالكوره. بالظبط انت مفيش مكان للزعل يعني، لان مفيش مكان ان انت ترجع تاني في النتيجه. بالظبط. وبعدين ما مش غريبه ومش بعيده يعني، منتخب المغرب برضه منتخب عربي افريقي. طبعا برضه مبارك لمنتخب المغرب علاء يعني، وان دي اول ميداليه لمنتخب عربي في العاب جماعيه في الاولمبياد بشكل عام. بالظبط. فدي برضه لازم نبارك للمنتخب المغربي. انا برضه عايز اوجه رساله للناس يعني لو حابين يعني تسمعوا بالرساله. خلاص منتخب بتاعنا خسر وخسر. بص ميزه الاهلي لما خسر 5 من صن داونز قام يعني بالبلدي كده قام ضرب القاره كلها، مسك القاره كلها من وقتها، وافريقيا مالهاش امه غير الاهلي. تمام. احنا عايزين نبقى كده، اللي هو انت خسرت 6
ما تقفش عندها. بعض الانديه لما بتخسر تقعد تقول لك مش عارف اصل الدوري موجه، اصل مش عارف ايه، اصل ايه، اصل ايه، وده بيخليهم في نفس الدايره بتاعتهم. خلينا نروح للتطوير ونقف نشوف اسباب ايه ونحاول نعمل ده، لان ده هو اللي هيحركك قدام. زي ما قلت لك الاهلي كان شايل 5 من سان داونز، رجع زي ما بتقول كده فايق القاره كلها، اللي هو خلى القاره تكره اللي حصل بسبب الخمسه دي. سالك سؤال بقى علاء، هل اتحاد الكوره يعمل كده؟ يعني اتحاد الكوره بالفكر التخطيط اللي هو شغال بيه ممكن يعمل كده؟ لا اتحاد الكوره مش عارف. اتحاد الكوره غير مدرب في 3 ماتشات ودي، بعد 3 ماتشات ودي مش رسمي بالظبط، فيعمل كده. هو شويه يمكن السماع للسوشيال ميديا والسماع للغير مختصين والسماع للغير زي ما كان بيقول رضا عبد العال الهجاصين، ده بيخلينا نروح في حته يعني مش احسن حاجه. يعني هارد لك منتخب المصري، ما كناش نتمنى نخسر نتمنى تبقى نهايتنا في الاولمبياد بالشكل ده. ده حقيقي. انت حابب تضيف اي حاجه او في اي ردود فعل انت قريتها؟ انا بس والله لا، يعني ردود افعال الجماهير زي ما انت قلت يعني كلها الناس غضبانه بسبب عدم وجود روح في المباراه. ده حقيقي. لكن الحاجه اللي انا بتمناها بصراحه من اتحاد الكره المصري ان احنا لا لازم زي ما بنقول كده نمسك في مكلي. الراجل ده مدرب مش هنعرف نعوضه في الفئات السنيه الصغيره لو مش ممكن يستلم منتخب كابتن وائل رياض منتخب الشباب ونتعمل له خطه محترمه باجنده محترمه تساعده ان هو في الاولمبيات القادمه نكون رايحين واحنا عارف احنا رايحين عايزين ناخد ميداليه، مش رايحين تمثيل مشرف، لان بصراحه علاء الشعب المصري تعب من كلمه تمثيل مشرف. احنا تعبنا من الكلمه دي وقلناها بما فيه الكفايه. خليني برضو اقول حاجه، زمايلنا في المصراوي يعني كلموا مصدر في اتحاد الكوره وسالوه، قالوا له ممكن بعد سداسيه المغرب دي تستقيله؟ فالمصدر طبعا رد عليهم وقال لهم نستقيل ليه؟ كلها ايام وفي هندعو للانتخابات. فاجئنا اللي حصل النهارده من اداء المنتخب، ويعني ده ما يدعوش ان احنا نستقيل. ده بقى رد اتحاد الكوره ده ما كنا بنتكلم من شويه على هو ده اتحاد الكوره وده ده الرياضه المصريه بتدار بنفس الطريقه. بس انا هقول لك بقى حاجه شويه مختلفه، انا مع الكلام اللي اتقال ده. هو خلاص بعد كام يوم ولا بعد شهر ولا شهرين هيبقى فيه استقالة دلوقتي؟ ما هو خلاص اتحاد الكوره اعتقد خلاص. كل حاجه، ما هو برضو احنا بعيدا بقى عن زي ما تقول كده بعض المشاكل والعك اللي بيحصل في الترتيب في الدوري وفي مش عارف ايه والكلام ده. ما عندناش دوري. يعني تمام، بس برضو يعني ايه خلينا نقول ان برضو يعني هل لو كان دلوقتي المنتخب ده فاز النهارده كنا هنطلع نقول هتستقيله؟ يعني بص، هو يعني دايما فكره ربط المنتخب ربط اتحاد الكوره ووجوده بان مثلا 11 لعيب لم يوفقوا بالظبط. هو بص خلينا نقول حاجه، في مشاكل في اتحاد الكوره، في حاجات بتحصل وكوارث، لا جدال ولا نقاش في هذا الامر. ربط الحاجه، انا ضد فكره ربط ده بده. لا انا ما عنديش مشكله، لان زي ما انت بتقول كلها شهر شهرين واتحاد الكوره يعمل الانتخابات والفتره بتاعت مجلس استاذ جمال علام هتكون انتهت. بس احنا زي ما بنتكلم علاء، لا احنا ما نربطش الامر زي ما انت قلت كده ب 11 لعيب في ارض الملعب، ولكن لا هزيمه النهارده لازم تكون لها زي ما بنقول كده عامل السحر ان احنا لا نبتدي الخط، لان الموضوع الشعب المصري ما عادش يستحمل اكتر من كده. تمام، احنا عندنا النهارده الزمالك وزد، الزمالك وزد والاهلي وزد والاهلي و... لا الاهلي والبنك الاهلي لا الاهلي وسموحه سموحه النهارده والجونه. الو سموحه؟ الو سموحه وائل؟ الو سموحه؟ والنهارده الجونه هيلعب مع في الكاس وبيراميدز هيلعب في الكاس؟ لا بيراميدز كسب. اوكي، طيب احنا عندنا النهارده مجموعه مباريات طبعا النادي الاهلي يعني يعتبر الدوري اتحسن. انت الدوري يعتبر بنسبه 99% كويس عشان نخلص من الدوري اللي بقاله 3 سنين دوت. يعني المشكله ان انت بص احنا محتاجين موسم استثنائي في الموسم الجديد. سواء بقى يتعمل دوري مجموعتين او دوري من دور واحد، اللي الرابطه هتتوصل عليه مع الانديه واتحاد الكوره، بس دوري ان انت تلعب دوري تقعد سنه كامله تلعب في الدوري في الموسم الجديد ده ما ينفعش نهائي. احنا شايفين دلوقتي الاهلي عنده مشكله ومودرن سبورت عنده مشكله انهم مش عايزين يلعبوا كاس مصر.
لان انت اللعيبه هو فعلا كاس مصر دلوقتي ده انتحار يعني حقيقي والله يعني بجد مش خاطر احنا دلوقتي يعني وبنيجي نتكلم المشكله ان احنا بنيجي يعني انت شوف دلوقتي الجدول والمواعيد وبتيجي تقول اللعيبه مش في مستواها ما هو اللعيب ده برده مش اله بالظبط احنا شفنا ارهاق اللعيبه اللعيب ده مش مباريات. خليني اقرا برده كومنت بيقول يا فرحه حسام حسن ما اعرفش فرحه حسام حسن في ايه يعني ده النقطه اللي احنا كنا بنقول النقطه اللي احنا كنا بنقول ان على السوشيال ميديا الناس عماله تعين وتشيل وتحط وتودي ان في كلام ان ميكالي كان هو هو تقريبا اللي كاتب الكومنت ده نسيم فبيضحك ان هو كده فيعني انا بشكرك يا يوسف ربنا يخليك معلش احنا طولنا قوي بس النهارده اللي حصل طبعا مش قليل لازم ومحتاجه فعلا وقفه وكل الوسط الرياضي يقفل النقطه دي لصالح الكره المصريه والرياضه بشكل عام يعني انا بشكركم وبشكر متابعتكم لللايف وهارد لك لمنتخب مصر والف مبروك لمنتخب المغرب صح. الفوز ببرونزيه يعني منتخب شقيق وعربي فالف الف مبروك للمغرب والاصدقاء المغاربه واقول لهم يعني الف مبروك ليكم ويعني ان شاء الله نشوفكم في لايفات تانية جديد وممكن ممكن بعد مباراه الاهلي النهارده نطلع لايف نتكلم بقى عن ابرز الاحداث اللي حصلت في المباراه اشكركم ونشوفكم ان شاء الله في لايف جديد على مصراوي.